السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم الصباحي والورد والتفاحي، وعوينتك هالزينة سلابة الأرواحي. ابتدى الطمع عادة، أو أنه ما يسدنا صباح واحد نبع بعد وحدة ثانية. زيش علي ما ينكر حال غالين، صباحك صباحين لا مغبر ولا شين، صباح الكحل بالعين، صباح يطرد الفقر، وصباح يوفي الدين، صباح من قال لمة قريت اليوم جزوين، بس عاد عليكم يلا عاد بنامس خلاف. صلاح من البارحة قال تراني أنا باكر هبي جاي من الصبح، قلنا له برايك يوم أنك ما بيتي من الصبح أطر أنت ساعك بنحطها على الشرج. هو الساعة اللي خذناها له يرن التليفون وترن الساعة وعايبنا هنه يرمس التليفون من الساعة يعني، وياي زله الوضع. أمورنا طيبة وعلومنا زينة وكل شيء عدل وزين وفنان. اللي يقول لي متى أنتم متحولين في هالحارة؟ الفريج هاي المدينة، هاي اسمها مدينة ما بحارة، الحارة قيل خنيخيشات هاي، لك هاي الأبوية هاي اسم مدينة محمد بن زايد، هاي أراضيها بين أول ما توزعت الأراضي على 250 في 250 في التسعينات، أوائل التسعينات، وأنا من اللي لحقوا على أول شيء أول التوزيع. هي واستوت الجسم هني بهالطريقة، أول بعد وعقب أبوي تحيدون كرة العرب قصروها نسووها أبوي 200 في 200، عقب أظني 150 في 150. فاللي لحق من قبل استوى هاي الجيل، جيلنا نحن لحق أبوي على 250 في 250 و 200 في 200 و 230 في 200 لحق. يا غير اللي ما لحق ترى حينها حصل يعني 150 في 150 عن أبوه، شو هذا بعد مركب خيل هو 100 في 100 بعد زين الحمد لله، حيروح نعمي بالحمد والشكر. هو وحصلنا القروض وبنينا وياسين ندي القروض والحمد لله. القروض كانت تاكل الايام مليوني، اول شيء مليون و200، اول شيء اول بادي 90 900 700 اول، عقب زادوها لين 900، عقب مليون و100، عقب مليون و300 هالقرض، ها عقب ابوي مليون و500، عقب زادوها لين مليونين. أول أبوي ما تحط يدك في البنك وتبتدي تدي الدين يطيحن 500 من المليونين، من المليونين اللي عطنك الحكومة القرض يطيحن أبوي 500، وتدي أنت المليون والخمسمية أن بغيت تديهن شهري وأن بغيت تديهن سنوي. أنا اخترت سنوي وحين كل سنة هدي 50، هي والله كل سنة تدي 50 لين يصير ويطيح عنك. الحمد لله هذا أبوي ما يحصل عند الكثير من الدول، عند بدون فوائد ويطالعون وقت البنيان ويشرفون عليه، وعندك ودونك الحمد لله رب العالمين. أي حد في الدنيا يعطي مليونين لكل آدمي، كل حد عنده أرض يعطونه مليونين يبني، هذا أبوي ما حصل عند حد في الدنيا عودة، هذا حصل في دولة الإمارات العربية المتحدة ولله الحمد. هذه نعمة، نعمة يبالها حمد وشكر. وطالت عماركم شيء ميزة في القرض، أن صاحب القرض بعد عمر طويل يعني من يتوفى يطيح عنا هالقرض، الدين يطيح عنا. لو الحياة الماية البيت الأولي اللي نحن فيه بيت البطين ما أخذ قرض ويدون أبوي كل سنة 50 بـ50 50 بـ50. إنزين يوم توفت حياة الماية أبوي طاح الدين، قالوا أبداً أي إنسان توفى يطيح عنه الدين، يازم أبوي البيت ملك كامل للورثة يتصرفون على ما يبون، بغوا يتجامعون فيه في بيت واحد، بغوا يبيعونه، بغوا يزيدونه، بغوا على هواهم. المهم أن البيت أبوي عازم هذا ملكية حرة للمواطن لورثة المواطن هاللي توفى. هي والله هاي روح بعد ما تحصل في أي مكان، اللهم لك الحمد، هذه روح نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم من هالبلاد الطيبة وحكامها وشيوخها وشعبها. وأنت ما أنا يوجب علينا أن نشكر ونثني على كل خدمة نتلقاها،
نتلقاها أبوي من الدول ومن المعازيب ومن الناس ومن الله سبحانه وتعالى. قبل شيء كله قبل شيء كله من الله سبحانه وتعالى. اللي ما يشكر لله ما يشكر لبادل. وارضى الناس غاية لا يدرك. وحد من العرب والله يا أبوكم ما يمزر عيونه إلا التراب، لو بتشيل فيه في ثبانه صبح ومساء. إيه ما وراك دونك ما شكر، لو بتعطيه ما وراك دونك ما شكر أبدا ولا ينظر له ولا يشوفه. لو بتعق ثيابك اللي على ينبك وبتعطيه إياهن ما بيقول الحمد لله أبدا ما يشكر. رواعي أبو ظبي القبيسيات بالذات عندهن وصف يعدلنا السنين الأولية دو بعضهم مع بعض، وسامع عنه من سنين وسام في مخي بخصوص الموضوع اللي أنا عده اللي توني عديته عليكم. حد لو تعطيه بالآن المزاهد هو بعيونه، وحد لو بتمزر له ثبانه ييحده ويقول طشونه. سمعتم الله عليكم مقواهن. يلا يومكم جميل ونهاركم أجمل والله الله في أعماركم بنارب سخلاف. نعم عارف عم نجول ولا البيت وين موجود؟ هني شارع. وين في الشارع؟ اجول هني انزين ما عليه. وين عاد هني اي مكان؟ عليه ما كرسي ابو باب. اي كرسي؟ ما اشوفك صلاح ما اسمعك. خوزي انا خوزي كلمني صلاح. زي بتكلم بالتليفون ولا طبيعي؟ ما اشوفك صلاح. تريكت بعدك. يلا دقيقه بيك حبيبي. زين انا مخلص حبيبي. يلا لا انا بي راح اجيب لك اياها الحين يوم بي. زين فولت فل الساعه. شو شو يا ربي. زين بي ماشي ما تخبر عنه حتى السبوح. يلا دقيقة حبيبي. يلا شو بالك وياهن؟ انا يا طالعك من الصبح. هي شفت حبيتها صح؟ سويت الهبوسه. انا عيني شايف بعيني شايف انك. هي حبك لو تحبيته؟ منو حب الثاني؟ بوليد؟ بوليد؟ سويتي البوسه؟ تعالي تعالي سيري سيري بودي هناك سيري بودي الخيمه. يلا ما سقط البوسه لو الحين بعب بوسه مره ثانيه بعب بوسه مره ثانيه الحين. صلاح منو؟ يلا 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 بي دقيقه واحده. صباح الخير يا صلاح وجود مورنينج. شو طالع شو طالع انت الحين؟ زين كيف فل خلاص الحين. يلا تفضل. يلا قول الو عاده. ادري بني انت مسوي تجربه. الو الو ايه تسوي ميكروويف هذا ميكروفون. ايه زين انا اكلمك. انت هني؟ لا الحمد لله. حط هذا سبيكر سبيكر هذا ما مبند انت بعد البلوتوث يا صلاح. يلا تعال يا هني عدالي 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 خليها بنحن عايزاني من الهنابي. ما شاء الله ما هذا ابو انتاج مدينه محمد بن زايد. هذا ما تشوفون هذا اليوم. ما شاء الله يوق البيت الله يحفظكم. هذا بخبرك دنقو دنقو ومحلة
دنقوا محل هذا محلانا عبرناكم عنه هذا المحلانا ما شاء الله تبارك الله زين وهذا الخبز المغربي اللي تخدمه حين الفلبينية اللي تخدمه الفلبينية هذا الخبز المغربي حين نفاخ وما شيء شرات تسوي فطاير تعلمته هدى قبل ما تسافر هدى ساير ابويه جاهز ليسأل عن هدى وين ساير جاهز وهذا ريوقي انا الله يحفظكم فقع وسبانخ هذا ريوقي انا روحي هذا ما نحط وياه لا خبز بس فقع روحه فقع وسبانخ فقع من الفريزر مال السنه مغسل منظف مفرزن ويا سبان ايش هذا اللي انا اسوي حاليا ليش شي اسوي هذا عقاب من عقب ما جيت ابوي منصور عقب ما جيت من يعلان وتنميت هاكب يدي وريولي متنت فالحين الله يسلم مسوي لي برنامج معين وان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين نبي يخف الوزن لانه وراي سيره سفر وراي سيرتي لندن ان شاء الله بتكون تاريخ وان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين تاريخ سفري من 13 لين 26 اسبوعين قبل العيد ثاني العيد بسافر بعيد ابوي عند فريجي وعند اهلي وعند عيالي في بيتي وفي بلادي وان شاء الله ابوي ثاني العيد اني بسي لندن وبنصوم ان شاء الله الوقفه في ابو ظبي العام صمنا الوقفه في 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 لندن وكان له الامور طيبه وان شاء الله السنه بنصوم الوقفه في ابو ظبي وسكني بيكون في لندن بعد ما قررت السفر وين لكن اكيد اني بخبركم السكن وين بيكون في كذا اختيار بعدني عاد ما قررت اي فندق وكلهم زينات وكلهم فنانات ما شيء في فندق وهو عرب تسكنه وناس تسكنه وناس بشر يسكنون لو هو زين اللي مبزين ما حد يسكنه نحن اي حد يصير ابوي من دولنا ولا من دول المجاور انه ما يسكنون الا في البقع زين ولندن يا ابوكم كبرها زين شيء مبزين في لندن لا بلدان اللي من الله سبحانه وتعالى كلها زينة خلقت الله كلها زينة وكلها فضل وكلها نعم وكلها زين وكلها فنان وكلها قوي وهذا كله حمد وشكر يباله كله يباله حمد وشكر فإن شاء الله سيرتي بتكون تاريخ 13 من تاريخ 26 من تاريخ نعم صحيح طلع 26 الرد إذا الله جعلنا من الحيين وإن شاء الله بنتلاقى ويا الرابع والجماعة واللي ضالين تلاقى وياهم من خيه وين بتروح اليوم؟ وفلاح بس هذا تست حبيبي انتهى الموضوع ثانك يو ليش ما ظهرت ليلى الحين وليش ما سرت وليش ما جيت خالد في المنصور الخيالي سلام عليك السلام ورحمه ايش حالك السمي الله يسلمك كيف انت تو اسفار البيت الله يسلمك والله يا ابوك الحين ما يعرف شو بسوي شافني ماسكت القبل قال دخيلك يا ابو محمد انا لا احب التصوير جايني في شغل ودخيل كله ما وعاب الحين عقب ما رمسنا وخلصنا وطمن في قهوة الريال نشيت وفريت التليفون وشوفها وفر التليفون جدا فآزم مع في الوقت هذا اللي هو مفاجأة المراد السمي شكرا على الزيارة الله يسلمك بنرمس عن سبب زيارك وشلجله وشو مقصدها وشو معناها وشو علمها وخبرها ونحن خلصنا الشغل اللي هو جاي عسبه وخلصنا كل الاتفاق وان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين الموضوع هذا بيطلع لين السمي فان شاء الله مستقبلا يعني كم يبال مشروعنا لين نشوف النور؟ ان شاء الله اقل عن شهر ان شاء الله فان شاء الله قبل شهر اذا الله راد بنرويكم ابداع اماراتي قح ماشي شراته في الدنيا العود وفريد من نوعه والوحيد في دولة الإمارات كإنجاز وإتقان ناس وايد هم سوينا هو موجود في البيوت الكبار والبيوت المتوسطة والبيوت العادية عند العرب وايد أنا يازلي وبغيت أسوي من عندي في بيتي فيو خذوا المقاسات خلاص عاد بنشرح لكم شو الهست كله مع هالريال فنان الله يسلمك الله يحفظك يا سمي شكرا وتشرفنا بهالزيارة ما تقصر الله يحفظك انزين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندخل مول مدخل هذا الكابيتال مول مثل ما تعرفون مدينة محمد بزايد ما شاء الله
حاليا فيها كذا مول، كل مول يقول الزود عندي، وكل مول يقول الدنيا هني. الآن تبارك الرحمن مجهزينها إلى ما بعد 20 سنة قدام. هالمولات ضخامتها اللي تشوفونهن وعظمة شانهم كبرهم وحجمهن، هاي مجهزينهن حق أبوي خطة 2050. هاي يوم يقول الخطة المستقبلية، الخطة الخمسية، الخطة الخمسية، الخمسمية، الخمسية، الخماسية، أظن يطرون هذا الشيء. يوم يقول لك خطة خماسية يطرون هذه، هي هاي مات الموت. هذا حين الله يحفظكم. شو باجي، باجي حين أنك تتأكد وين بتوجه سيارتك، وهالمقصود فيه كله أنا، إني أنا ما جد وقفت سيارتي في مكان أنا جاي عند هذا. هذا أبوي ظلمي، إيش أسوي؟ ظلام خلاص بار التصور. جيت عنده عاد أقول له هاي معاملتي 1 2 3، عندي ويزة، ويزة مسوينها حق هريس تحيدون الأول. فانتهت الفيزا اليوم وبات تحيدون كذوب محل كذوب وصروب شغلتين عنده. ما أصبر عنه، يقول لك القط ما يحبش إلا خلناه. والمراد الفيزا الله يحفظكم مالت الهريس انتهت من قبل 10 أيام، من قبل شهرين إحنا مظهرينها اليوم. يوم عدى يوم قال خلاص آخر مرة سووا ميزتي بطرشوها. جيت حق تسهيل، جيت تسهيل، ولأن هذا أبوي علي القبيسي ما شاء الله عليه، شرفنا الله يحفظه، شرفنا أبو علي محمد علي حين هالإنجاز العظيم ما شاء الله تبارك الرحمن. كله من كده الحمد لله فريق عمل يا أبو محمد. لكن أنت تصيروني ما تظلونك يعني سبحان والله الله طال عمرك أبو محمد. يعني ما تنبأوا يوم يقولون كذي يسمونه فتنة. الله يطول عمرك أبو محمد، شرفنا أبو محمد الله يطول عمرك. الله يحفظك. شو فاتكني طال عمرك نفسك كذا. بزنس جميل وعمل رائع، يتلقى خدمتكم كل أهالي المنطقة. الله يحفظكم ويبارك فيك ويطرح فيك البركة. أني جمعت كل هالدوائر كلها في مكتب واحد الحمد لله. تسهيل كابيتال مول محمد بن زايد ما شاء الله عليك. الاستوعلان الحين هذا لا 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 بس هذا تسهيل عشان خاطرك تسهيل كابيتال مول ما ادري. هذا نحب القصه يعني استوعلان قصه قصه الله يبارك لك. لا تستاهل وحنا يشرفنا وجودك ابو محمد الله يرحمه. وانا ابو محمد ما باك الا تاخذ طال عمرك الا تقعد ترتاح ويوصلك لشغلك. لا لا هذه خدمة، هاي خدمة دائما حق كبار الهمم مثل كبار المواطنين اصحاب الهمم الناس الصحيه. شكرا صاحي ست لا لا الفي اي بي لا بعد انا بايق اسوي اللوادم وبتري معاملتي وطال عمرك اللي تبغى وين ما تبغى هني تحت في الشوارع. وعيت قال والله سر البيت بندب لك ويزك لين البيت. طبعا لا 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 هاي خدمة معي حق اللي صاحيين انا بخير وسهاله. لا خلينا معك يا على الله يحفظك يا ابو محمد، جزاك الله خير. الله يعافيك، ربي يخليك. سلام عليك، سلام عليك. سلم عليك محمد، بسافر لندن تاريخ 13 يقول بيصير تاريخ 13. بتسافر معاه انت؟ نعم هي نعم. عاد ما ندري بك انت صادق ولا شيء. انا بسافر معاه عشان حد هذا الشرط. ها ما يشيل حد معاه. منو يعني بيشيل معه قصدك؟ يعني ما يشيل حد ما يعني الواحد يروح يرتاح ما يروح يحتشر. أم أحمد الحين كل هالعرب تدريب إني أنا جاي عندك. الله يخليك ويخليك يخلي يطول بعمرك. الله يخليك. إنزين عاد الناس أنا زايق منك ما بتخليني أصورك. قلت يمكن ما أطيع ولا شيات، لكن الحمد لله. أنا أمك. جزاك الله خير، جزاك الله خير. أنت أمي وأنت ختي وأنت ونحن أهلكم ونحن صدقانكم. ودخلت البيت دخلت عيني. يا رش الله يا رش الله ويا الله عينك. إيش أخبار العيال؟ لعيالي بخير ونعمة والحمد لله. عيالي يا بوت أنا يوم سمعت حسك تحريت وحد عيوز وايد. فات ما شاء الله بعدك تندقين تنصاقين يا أم أحمد. أخبارك أنت؟ أنا أخباري طيبة وعلومي زينة. عيوني تغدى عندك ان شاء الله غير ما بالحينه. عيوني بتيج بيج عاني بيج في الافراح ان شاء الله بيوم وقت فرح بيج على فرح ان شاء الله. انك تسلم البيت بيتك. الله يسلم البيت بيتك هذا موجود. الله يرحم والديك يسلمك يطول بعمرك. ام احمد شو عندك من العيال؟ عيالي عندي 10 بنات متزوجين. تبارك الله تبارك الرحمن. انت ابوي عظام تنهى الجنه. هي نعم الجنه على طول. عندي 4 وعندي 4 اولاد ما شاء الله. يعني متزوج واثنين لا تبارك الرحمن. اخر عنقود بخلص خدمه الوطنيه الحمد لله. هي. الحمد لله جزاك الله خير يا ام احمد فرحت بشوفك. الله يخليك ابو محمد. الله يخليك جزاك الله خير. وش اخبارك انت؟ منو داق لك بالله عليك؟ ما عندل منو داق لي. يا ربي بيست لي الفضول يا ام احمد. لا 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 عادي يا ابو محمد سالتني سالان عادي. انت شو يعني تسالني؟
بس من هالمساوق يا بنت الحلال انا ما باكل، منو عندي بياكل؟ انا حمادي لك لا عندك لا اللي خليهم لا يقحمون ولا شياته قعم عليهم ياثوم لا يقحمون ولا عندهم خبر. ابو محمد يا حيك الله يحييك دخلت عيني يا رجل الله ويا الله عينك يا ام احمد. ابو محمد يا حيك الله يحييك ويبجيك ان شاء الله. والله كلماتك حلوه ابو محمد، انتم بكبركم حلوين والله اداب كلماتك اقول يا الله يا هالرجال طيب كيف كلماتك والله مرتاح والله ما اكذب عليك ارتحت يعني بكلماتك. الحمد لله يا زين الله يريحك اليوم ودوم يا رب العالمين. امين ان شاء الله. بيتك فنان تبارك الرحمن يعلم مسكن مبروك. عندنا في صندوق ثاني ما فوق ما عندك سير ابوي سير فوق. هذا شو جاي يسوي؟ كهربتي هذا ابوي شغل كهرباء ما يوجف، شغل بيوت ما يوجف. ابو محمد ما يخلص لا ليل ولا نهار. بعد يهود وحليله يقول يهود. بعدين هذا سلام عليك. شو اسمك انت؟ عبد الله. والنعم والنعم. شو اسم ابوك؟ محمد. والله مليون والنعم. يا مرحبا بعبد الله بن محمد. بارك الله فيك. انت بخير؟ شو اسمها يدو؟ امي. يقول لك امي. امي حليله حليله. يعني الله يحفظك. انا حين اتخادى بهن دبل فجيره ودبل بيع ودبل حصن. الحين هنا في وين؟ دبل حصن. انزين دبل حصن تبع منو؟ تبع الشارقه. انزين والثاني هاي دبل دبل فجيره؟ دبل فجيره حق الفجيره. فجيره حق الفجيره. انزين ودبل حصن؟ دبل حصن حق الشارقه. دبل حصن دبل حق هل إن انا فيها؟ ايه دبل حصن حق الشارقه. انزين ودبل فجيره؟ دبل فجيره حق الفجيره روحها. انزين ودبل بيعه؟ دبل بيع حق عمان. حق عمان. هذا مرات والدي. السلام عليكم. قال وعليكم السلام. عليكم السلام. ما بنتهي بل ما رمس الماية. سلام عليك. هيا ها بقصم بوجر ابو يا علي. هل شو اسمك انت؟ ماما ما طاحت ترمس بنتك. رايلك وين انت؟ دوام باتر. هي الله يبارك. انا ترى ما صورتك انت. صورت هي هي. لا لا انت بني صغيرونه والله لو صورت بير حقني رايلك لين ابو ظبي. يا ربي عاد انت ظهوريين؟ ايه ظهوريين. يا الله ما يسوى لكم سبب. يا الله يحفظكم ان شاء الله. من هالمساوق انا مايا ما بر وماكل انا متريج. يا ربي يا ربي ما بتجيب المايه. شو مكوت لي احنا؟ انا ما باكل هذا كله انا متريج. ما بتجي اللي تاكل. يا ربي زدت على عمتي لطيفه انت. هذا شو خبز صفاع؟ هذا خبز مالت النور. مالت غير عن الصفاع؟ هي غير. انت تخدمين الصفاع؟ لا لا ما اخدمه، اخدم مكفاي. انت شو الخبز تخدمين؟ اخدم خبز عربي. هي خبز تنور. هي خبز تنور خبز محله. اخذ خبز مكفاي مال الماكينه. ايوه هذا الشكل. امي هذا حطي داخل ما زين له ساعات رادو. يا حافظ على ام احمد قلبي هالقلبونه. انا ابوي بصبر عنك عاد الحين باديك وذا عاد انا دوم بيك الحين. البيت بيتك. البيت بيتك دوم بيك. هي نعم دوم بيك على كل حال. ان شاء الله ويرى الله عينك. ربت لي حابه شيء عينه. ها هذا حابه هذا احمد تسوي ارض. انا ما تعالي تروحي انتين. مين هذه يا احمد؟ خبلتوه بهالفقيره. اول اول مره جيت اول من شهر ونص بيجي. منو بالله عليك؟ منو هذه شغلتي؟ الو عمي احد بسوي ربعي اوكي مي يلا والدي. ايه بيت بيتك يا رجاء الله مفتوح مرة طوالي. أنا محمد وين مرة أنا معك على الباب. جزاك الله خير. معكم غناء. ها معكم غناء. أنتوا أهلنا. شوفي شعب الإمارات كل أبوي واحد والنعم. من السلع ليل الفجيرة والنعم.
تحت ليبال في السيوح في البحور في اليزر فوق جميم ليبال كلنا ابوي اهلي محمد نعم ما حد خير عن حد راعي ابو ظبي ابوي ولد عمه راعي الفجيره وراعي دب ابوي خواله من خرفة كان والدنيا مطرجه يا رجال ام احمد ركز وياي خابرين يا رجال الله يا ام احمد يا الله يسلمك يخليك ان شاء الله الغالي قناتي ترن ترن في البيت ازرق هي ما شاء الله حتى هاي ما ترني تتابعينه اقل لك والمركبي اقل لك لحظه اتابعك لا اله الا الله الله يحفظك ان شاء الله يا ام احمد يخليك الله يحفظك انت انت ارباتك حرام لا 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 احترموا المهد ابراهيم في السياره ما عليهم باس الله ميالسي في الرقعه سياره ابوي تغني يا ليل نسمو طال عمر المسعود والدنيا براج في السياره الدنيا ريخه اللهم لك الحمد تحر الدنيا لا 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 صديقتي صديقتك؟ ايه براين يصورها لو ما بطيع؟ ما بطيع السلام عليكم عليكم السلام مرحبتين يا هلا انزين اصورت لو لا؟ لا انزين ما طاعت ابوي تخليها اصورها ولا فنان بعد شو بلاها الفجيره؟ حلوه لا؟ الفجيره 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 حلوه واللي محلينها حكامها وعيالهم وشعبها الفجيره بكبرها زين ما باليوم قبل الشوارع وقبل الرستات وقبل وقبل حتى كل شيء هي والله الفجيره هالمعنه وهالكرم وهالطيب من ما من اليوم منذ الازل يعني الفجيره 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 مفنوده عن كل بقعه من استوت الدنيا شوفي بلادنا كلها زينه من السلع لين الفجيره يا غير الفجيره من زمان فيهم الطيبه عاد زايده صح كلامك هم يتميزون هالفجيره بالطيبه والدبوريين بعد يلا عاد لا شوفي ظهوريين من ناحيه تحريمهم طيبات وزينين ريايلكم شرسين كل حد بيرزه يعني الله يبارك فيهم ان شاء الله يخليكم يا محمد قولي كلمه خليني ترخصيني اتكلم انا ترخص ام احمد والله اني كلت من هالخبز لا الله يطول بعمرك خليك ان شاء الله يبارك فيكم مشكوره قناتي ام احمد انزين قهوه بس وخلاص ومن هوا ترخصيني جماعه يتريوني حاشريني بالتليفون الله يسلمك الله يطول بعمرك يحفظك ان شاء الله يبارك فيكم انتوا هني ساكنين عند ام احمد لا انا فوق شويه وين وايد استويت ايه وايد النادي والوادي لا الوادي منه النادي بعدني فوق ما كل سوا الحين انت ليه تربين العيال ما لما تربيهم لما تربيهم انا عندي وياهم هالي ياسين الله يخليك لهم ان شاء الله طيبة. انت عمود الخيمه طيبه هذه حرمه حرمه ولد حرمه حرمه الولد حرمه الولد يوم بتلقط العمه زينه بزين لها انت زينه حيث انك انت زينه حرمت ولد بزين يا غير حد من العمات بعد يغدنا غير نمونه شرسات شرات حد من العرب صح 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 لكن هي زينه هي زينه وانت بعد زينه طيبه الله لا فرق شيء منكم ان شاء الله ويحفظكم امين امين يا ابو محمد ها اخوك بخير صلاح صلاح ندور له حرمه مسكين صلاح اي والله يحييك ابو محمد يحييك الله يحييكم ها عندي وايد ناس هني لكن انت مالك انت بس يا رجال كل اتابعك انت اتابعك انا بعد ابو محمد اتابع يعني كلامك يا ابو محمد صراحه الحمد لله كلامك يعني ابو محمد نعم قلت شيخ مرات والدي هي. كل اتابعك انت دقيق واتابعك بالارض اتابعك والله ما اكذب عليك حرمة والدي يا رجال الله حرمة ولدك ان شاء الله ابو محمد الله يخليك دخلت بيت دخلت الروح انت ابوي فوق الراس انت بكبركم فوق الراس ابغاك تتقدم يا ابوك ما بيت ان شاء الله عيوني تيج عيوني تيج بيت الطارق ها نتريت القهوه اي لا ان شاء الله ان شاء الله يوم بيبوي على ييتن طويله انا حين تعرفين شو انا حين مشكلتي السكن بعيد سكنت سكنت هي وابو ظبي لين بقعكم هذه بعيد بعيد ولا عيوني تيكم ان شاء الله صح الله يطرح في عيالكم البركه امين ان شاء الله امين زين الحين عرفتيني تكوت صغيروني قبضيه انت هي ذاك تعدلين اي صراحه ها ايوه بالاسنان هي الاكل هاي اللي طلبوا اليوم والله شو
شو؟ الاكل اللي جابوه من زمان شو اسمه؟ هل البنات هل التاجات هي هي الصينيه هاي الحلوه اللي فيها هذا هي الحلاوه هي هي خذينا منها اثنين والله زينه انا وبنتي ما شاء الله يازلكم انا اللي تشوفيني اعرضها حق الوادم هذا شيء زين شيء زين شيء لو ما بزين ما اخبر به العرب صح صح ابو محمد بالسمك هذا ترى ما اسوي دعايه انا هندوش شو اسمك انت؟ عائشة ما اسوي دعاية هذا انا اسوي في حب الله صح البنيات المجتهدات اللي عندهم مشاريع احط لهن ليبن جزاك الله خير والسمن يا ابو محمد هي ذوابه عيال بتي بي من ابو ظبي خبريني بطر شلش الذوابه بطر شلش الخلاصه بطر شلش كل شيء تبين بيك لين مكانك الحين هنا جاي ابو ظبي نعم اي انا جيتي مخالفه جيتي اليوم الحين هي انا بعطيك انا هي لا تعطينا حد رقميه حاضرين يا ويلت حاضرين هيا ها انا اعطنك انت خصوصي من هيني انا بيا ابو ظبي يا هناك ها أه؟ انت بيا ابو ظبي انا بس ابغى رقم ان شاء الله ان شاء الله اللي تامرين عليه يا صراحه شو شال انت هالكذا ام احمد بس من هالرشاوي ما كان لك شيء راشتني دهان حسين لما يوجف الو ما بصورك مايا ما بصورك بس ما امي ها تراني امي بالبيت لا لا ما تصحش كهرباء ما ادري مايا ربي شو تقولين يا ام احمد لا ضرب الرقم هذا كله حقي انا؟ ايه شوف صور يا ربي شو حد يا ربي من داخل بثيث قولي ما شاء الله صوره هذا 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 عندي انا اهم شيء ابو محمد هذا ابو محمد انا ما اعطيتك شيء ما خبرتني مني هذا هذا انا اهم شيء عندي شي انا اطلب تليفون حق خالد يوسف اخليه يجيب لي اياهن خالد يوسف من عندكم هي يعني يبهن لين ابو ظبي يجيبهن حليله انا ما اعطيتك شيء الحين انا اعطيتيني اللي احسن عن كل شيء انت الشيء بكبره انت البركه الله يخليك يا رج الله يا رج الله يا حليله المديخن عندي عندي شغلي الميه حليله هم صغارون المديخنات ها شحيات ها اي مطيريه زين 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 بلي ما يسوونها هذه بسيطة بنجيب لك حاضرين بنجيب لك بنجيب لك هي هذا من اللي هاي خدمة ليمة ها؟ ليمة هذه بسيطة بسيط حقك يا رجال الله مشكورة رباطنا بليمة هني يسوون مشكورين مشكور مشكورة يا أم أحمد الله وسامحينا من القصور يفتح دربك آمين ويحفظكم ويحفظ إن شاء الله عيالك الله يحفظك سلمي على العيال الصغار والكبار مرة لا تخصين حد الله يسلمك وتشير إن شاء الله نبتيكم زيارة خاصة مني يا اني جيتك روحي ولا ياك طارش مني انا من ابو ظبي عاني اذا الله جعل دم الحيين مشكورة ناتي مشكورين على الله يرحم والديكم مشكورين على حسن الضيافة الله يخليك مش... مقابلكم روحه يا ما لا ابوي انت انت الشيء انت كنز انت بكبرك لا 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 كلت اول مرة ما عليه دوس بايته باتيكم عيوني الله يخليك بارك الله فيكم مشكورين هذه صديقتي كم سنة؟ زين عاد شو نسوي؟ ما طلعت خليني اصورها. كل يضرب انا وهي اغار عليهم. شو تقارين عليها منا؟ كيف تمشي عني ما حرمت عني؟ هي انا وهي صغار. سبحان الله. اي والله اسالها. هي. هي والله الله لا فرق بينكن ان شاء الله وسلم ابوي على الصغار والكبار مره لا تخلون حد سلمك ابو محمد سلمي على عيالك عندي شرايين ولا ما عندي شرايين متوفي فتك الله فكه اي والله فتك يا بوج فتك ولا لازم بتشتلينه لا ما تصقع تصقع صدقي انا ولا لا؟ هب فتك فتك بالصدع والديانه يلا في مال له هو ما تقهوي صدقني والله ما تقهوي والله ما مشكورين مشكورين بارك الله فيكم اسمح لي ابو محمد اسمح الله ذنبك مشكورين يا الويف ما يا منكم الا كل زين كل غاوي الله يحفظك مشكورين غناتي مشكورين يلا اوكي شوي شوي بالدرب ما علي باس ان شاء الله سلم سلم الله يسلمك ان شاء الله هو عنده لازم تطيبين عليه
كي يهني ما عاد اخذ بيت اللي بسوي له قهوه بصير اوف. سنين طويله تغنت بها الفنانه اللي ما حد شرتها بالدنيا العوده مطربه الامارات الاولى وجادت وغردت وسوت اللي ما حد سواه قرب الله تعدوها بفنان حس واداء وحضور ووجود فوق على الزين زين الطرشين حقه كل حسبي الله عليك حتى بالحرم لا هي الحريم ما اطول عليكم الموضوع تسجيل حضور ابوي انا في الجيم اموري طيبه وكل شيء زين الجيم بعد اليوم ما في زود اوادم زود اوادم ما شيء يعني شيء ناس كم بوادي حد ابوي شرق وحد غرب لان الجيم ما شاء الله فلذلك من تشحيل الوادم من تشحه شرات ييمة الصافي او ييمة البدح يوم تشوفها وقت السجي وقت السجي يوم الماي سجي تلقطها من تشحه متشحى يعني متوزعة لكن يوم تذبر شوية تخف الماي تتفارى بصير تذبر والماي سجي تلقى طبوي ميمة ما تطول مكان لأن منتشحى في كل مكان ترعى لكن يوم شوية الماي خافة تلقى طبوي ميمة تتلقط كانها صافية ولا بدحة ولا شعوم ولا بساس أي سمكة أي سمكة ما تنشاف أصلا أولا الماي غزر وثانيا مكان وايد اللي ترعى فيه سمكه فما تتجمع السمكه فتلقطها يعني بتنجح لقاط شرق غرب شرق غرب لو بتروح ما بتلقط شيء يلا ثانك يو اقول لكم يغمضوني الشباب اللي يجون يتمرنون تلقط صدره تدفع بمحمل لا تحسب اني داله عنك ناسيك لو الذي تنصى المخاليق بيته الله الله لا شك حال ليصدون الرجا فيك الله لا يقطع جنبك رجيت يا سلام لو شفت دمعة عيني اللي ترايك هلت على المكتوب ساعة قريت لا تحسب اني داله عنك ناسيك لو الذي تنصى المخاليق